إلهي سبحانه وتعالى وشغل سورة يونس ما أنت قولت كبين شغل الرسول الذي النبي ذا نبي محمد دايدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أنا رسول من رب العالمين إرقي فرين سيدا مدان وسيدا إلهي نبي عقوش شغل سورة يونس ما أنت نبي عيسى وعضينا يا إننا إشغل أن دبسعون مقعيو على عمر أحمد أنا معك سجدة جمهورية جيبوتي تلك جيبوتي رجل جيبوتي معناي وحان لسيدة ومدى فرين مانتا كو ومدى إلهي وحشاقي إن إلهي سبحانه وتعالى ساعد يدو ده كو ساعد قيامة إن يدو ده لما أنا دي غنه لا إله إلا الله هذا يهودية كريستاني لذين عزيل بين الله إيو عيسى بين الله عالم سابينا إلى ذن نبي محمد عليه الصلاة والسلام بإله كل من إله سبحانه وتعالى ما تفعل عدينا جاء سبحان الذي لم تخذ ولدا إله ولد مدل ولم يكن له شركاء في ملك عندنا لما وذاك إله إن تاب إله علي تابع ما أنزل إليكم من ربكم راعي ربي عني سدجي وكتبت إلى إني سدجي أمر كاسي ولا تتبعوا من دون أولياء إذا إله يهينا نما ورمي كرت فرنت وتا كو أنه لا إله إلا الله كتبتها كتب آنهين إن الرعاء ما أنت ولا من نوع ساعدنا ويدو ذهي عد أمر كاق هذا ما أنت إلهي برواقو قلنا يا برواقو ساعدنا ما أنت دعنا وجنسينا يا عد ديدنا عبال كي أركس أنا جو رسول من رب العالمين إرجي فرين سيدا مدان وسيدا إلهي نوع كوشة سورة يونس ولكل أمة الله رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالحق إلهي سبحانه وتعالى وشجع سورة يونس ما أنت قول هذا كبين شجع الرسول الذي النبي ذا نبي محمد دايدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كتابك قرانك وعانه المور لم يمن إلهي سورة يونس محوك عدنا يا يوم أن نجمعهم جميعا ما أنت قبل وقصجم ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم إذن كي إلهي عدة اللو ذا جنسين النبي ذا إلهي اللو ذا جنين على كابل جوجنا يا ما أنت النبي عيسى وحو عضينا يا إننا إساقا أن دبسعون